البولونيين للصلح أمر بيستحق التفكير يا مولاي. عم يتعهدوا يصدوا هجوم الكازاخستانيين عنا. ملك بولونيا رح يعاقب أي حدا بينزل على البحر الأسود، وهو مستعد يهدم كل القلاع اللي أنشأوها على الحدود. أردال وأفلاك وبوغدان أكدوا ما عاد يتدخلوا بالأمور الداخلية، وقبلوا كمان يعطوا لبوغدان قلعة هوتين. هذا العرض فرصة كبيرة بالنسبة إلنا يا مولاي، فينا نعقد الصلح ونرجع العاصمة. أحلامي ضاعت بلحظة واحدة. بدل ما أحتفل بنصر عظيم، أنا اضطريت أني وقع اتفاقية صلح ومزلة مع أعدائي. منصور آغا، ما صار الوقت؟ شو صار؟ السلطان عثمان لهلا ما ردلنا خبر. شو بدك تعمل إذا ما قبل؟ وقتا نحن رح نسكت وسيوفنا هي اللي بتقول. شكله لسه ما قرر شيء. يا غوات، المهلة انتهت. ورائي، يلا امشوا امشوا السلطان. يلا يا سلطان، ضعوا وجهنا يا سلطان. يلا امشوا بلا السلطان. نحن عرفنا السلطان يا غبار. سلطان عثمان خان. جنود الأبطال من فرسان وانكشاريين، الملك البولوني سيغموند وزراءه كانوا عندي وطلبوا الصلح معنا وقبل بشروطي. النصر رح يكون من نصيبكم. عاش السلطان، عاش السلطان، عاش السلطان. وقت الحصار كان طويل والشتوية على الابواب، ما رح ارضى عني اخسر او افقد حدا منكم. لهيك نحنا رح نرجع على العاصمة محققين الصلح والنصر بنفس الوقت. الحمد لله. كثير منيح الله يخليك ويطول عمرك. وبالاضافة انا قررت اني اعزل الوزير الاعظم اوهر الحسين باشا من هالمنصب، ومن هلا ورايح رح يصير ختم الوزارة بإيد ليفار باشا، وبتمنى تكونوا رضيانين. عاش السلطان عثمان، 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 عاش السلطان عثمان. فهموني انتو ليش مجتمعين؟ شو اللي جابكن لهون؟ مولاي سامحنا، بس حضرتك نفيت السلطانة قسم ونحنا مو موافقين على هالموضوع. انا مو لازم بس انفيها، انا لازم اعدمها. لك انت مين لتعترض على قراري؟ مولاي أنا سمعت بالحادث الأليم، الله يرحم أميرنا الصغير ويتغمدوا برحمته، وهو بالجنة أكيد.
شو هالتصرفات هي قوسم؟ الانكشاريين شو عم يعملوا عندك؟ بدك توقفي بوشي وتتحالفي معهم؟ بدك تنقلبي علي وتنزليني عن العرش؟ حاشا يا مولاي، أنا ما بتجرأ. إذا ممكن نفوت جوا ونحكي. أوامري ما بتتناقش بنوب. بكرة الصبح ما بدي أشوفك أبدا بالعاصمة. أنا ما عم بفهم شلون أنت قلبت ضدي هيك. أنت شلون بتصدقهم؟ هن كذابين وعم بيحاولوا يحرضوك علي. أنا لو كان عندي دليل واضح ما كنت استنيت لحظة وكنت قتلتك دغري. بما أنه كرهك لإلي وصل لهالدرجة لبقى تضيع وقت وقتلني هلأ. بس بدي إياك تعرف إني ما فكرت ولا لحظة أأذيك، مع أنك قتلتلي ابني وحرقتلي قلبي. كيف بدك صدق هالحكي وشايف رجالك ساحبين سلاحهم بوجهي وناطرين الفرصة لينزلوني عن العرش ويقتلوني، وهي رغبتك أنت؟ لو الكلام اللي عم تقوليه فعلا كان مزبوط كنت تعطي أوامري وما جمعتي حواليك الانكشاريين. أنت مصر ما تفهم علي. إذا أنا تركت العاصمة صدقني وقت الخونة رح ياخذوا مجن ويخلصوا عليك. لا تاكلي همي، الخونة كلهم رح ينالوا جزاء، الكل من دون استثناء. عثمان لو سمحت عيد النظر بموضوع النفي. أرجوك الدولة هلأ مو بتحمل مشاكل. هالحكي كان ممكن صدقه لو ما كنتي جامعة الانكشاريين وراكي. الانكشاريين راحوا على القصر القديم؟ ما حدا منا شارك يا باشا، ما حدا من الوحدة 65 شارك. السلطانة قسم ما بتستاهل نعمل هيك مشانها. كالندر آغا مدح فيك كتير والظاهر انك مثل ما حكى عنك. اكيد رح نتفق معك يا منصور. على شو بدنا نتفق يا باشا؟ السلطان عثمان فترة حكمه ما رح تكون طويلة. اذا سموه الامير مصطفى بيعتلي العرش الوضع رح يكون لصالحنا كلنا. بدك السلطان المجنون؟ السلطانة حليمة هي اللي رح تكون نائبته، وأنا رح شارك بإدارة الدولة، والانكشاريين وقتها رح ياخدوا القيمة اللي بيستحقوها. السلطان عثمان راح على اسكودار يا منصور، طلب جمع العسكر وكمان اخذ الخزينه معه. ما عاد عندي شك بنيته بنوب. الحج مجرد حجه، هو رايح لياسس جيش. شو عم تحكي يا داود باشا؟ جيش شو؟ بعض رسائل سريه على ولايات كثيره مثل الاناضول والشام. عم تقول الروايات انه ناوي يجمع المرتزقه وياسس جيش كبير، حتى عم يقولوا انه ناوي ينقل العاصمه على مصر. نيته واضحه تجاهكم، هو بده يقضي على الانكشاريين، يعني من الآخر بده يقضي عليكم. هاي القصة ما فيها مزح يا منصور آغا، لازم تتدخلوا فورا. رح نتدخل يا باشا، رح نتدخل، والسلطان عثمان رح يعرف مين بيكونوا الانكشاريين. العصيان هو الحل الوحيد يا منصور آغا. السلطان عثمان كذب علينا يا أغوات، هو مو طالع على الحج أبدا، هو رايح على الأناضول ليجمع جنود لجيش جديد، بده يقضي علينا، بده يقضي على الجيش الانكشاري ويتخلص منا. انتوا بترضوا بهيك شيء؟ يعني فكرنا قلال؟ السلطان عثمان لسه ما بيعرف مين نحن. يعني ما بيعرف مين احنا؟ نحن الجيش الانكشاري. ما رح نسمح.
اسمعوني شوي، كلام منصور اغا مظبوط، بس مولانا السلطان بريء من هالشغله. الخونه اللي بدهم يشعلوا نار الفتنه ويرموا العداوه بيننا وبين مولانا معروفين للكل. اول حدا المستشار عمر افندي، ودنيفار باشا الوزير الاعظم للدوله، وغيرهم كثير من الخونه. ومشان سلامه معسكرنا لازم نتخلص من هدول الخونه، وبعدها مولانا اكيد رح يتراجع ويبطل يروح على الحج. خلونا نروح، خلونا نقطع راس الخونه، خلونا نشوفوا شو معنى اللعب على الانكشاريين. اول شيء لازم نروح لعند حضره المفتي، لازم ناخذ منه فتوى بيقتلن لهدول الخونه. حنروح لعند شيخ الاسلام. خلونا الانكشاريين ما عاد حدا رح يقدر يوقفهم، حتى السلطانة قسم ما عاد تقدر تطفي النار اللي شعلتها. استعدوا يا كالندر، عصرنا رح يبلش من اليوم. مولاي، نحن جاهزين لننطلق، معنا 2000 كشاري و2000 فارس، عنا أغوات مخلصين وموثوقين بقيادة الوحدات. عظيم، الحمد لله أنك جنبي يا ذو الفقار. خلاص بكفي بقى، هالموضوع صار لازم نحل يا أغوات، طولوا بالكم، لا تعملوا هيك، طولوا بالكم، اهدوا، لا تعملوا هيك يا أغوات. هدول العالم عالم زب، ليش تتكسروا وتخربوا هيك؟ وقفوا يا أغوات، هذا الشيء ما بصير. هذا الكلام ما في منه فايدة يا أغوات، هدول رايحين يقتلوا، مو رايحين على مراسم تتويج. يلا يا زين، طولوا بالكم يا أغوات، هذا الشيء ما بصير. مصطفى يا روحي، الله يحميك. زينب حبيبتي، سلطانتي الحلوة، شوفي هايدا، ليش هيك حالتك؟ مولانا السلطان رايح على أوسكودر، وأنا جاي مشان ودعك. توديني؟ رح يطلع بالسفينة بكرة الصبح على بورصة، ونحن رح نلحقه بعدين. يعني مصر على اللي براسه هيك حيرميكم بالنار؟ أنا حذرته كتير يا بنتي، ما في ولا سلطان قبله راح على الحج. لا لا، ما بيصير، ما رح خليكم تروحوا. بس يا بابا، أنا ولادي مكاننا جنب مولانا السلطان. وينك يا شيخ الإسلام؟ طلعوا قابلنا، طلعوا قابلنا يا مفتي، طلعوا عنا يا شيخ الإسلام. وينك يا شيخ الإسلام؟ شو بتجيبنا؟ اخدوا منك يا شيخ الإسلام، يا شيخ الإسلام، لازم توقف، لازم توقف، لازم توقف، لازم توقف مع الحياة يا شيخ الإسلام. نحن عندنا حق ونصر، لازم تجيب لنا إياه. احترامي حضرة شيخ الإسلام. خير يا أغوات، شلون بتفوتوا على بيتي بهي الطريقة؟ حضرة المفتي سامحنا، بس هلأ في شيء أهم. نحن بالأساس ما كنا رضيانين على روحة السلطان عثمان على الحج، وعرفنا أنه هو ناوي يروح على الشام ليجمع جيش جديد، واللي خلوه يخطي مثل هيك خطوة البشوات الموجودين حواليه يا شيخنا.
هنن اللي عم يحرضوا ضد الانكشاريين. هنن خلقوا بيننا فتنة والسلطان ما عاد يوثق فينا بنوب، ولهيك لحتى نتخلص منهم بدنا فتوى من حضرتك. طلع لبرا يا عمر افندي. انت السبب في كل المشاكل اللي عم تصير معنا. اصبح ما طلع من البيت. لا تطلع لبرا يا عمر افندي. طلع لبرا نشوف الله وواجهنا. احنا وينك يا عمر؟ ما رح تقدر تهرب معنا. خاين لك انت لازم تتحاسب. كسروا له يا خاين. اطلع وتحاسب على الشيء اللي سويته. انت جوا. يلا يا عمر افندي. طلع لبرا يا عمر. عمر أفندي وينه؟ كان لازم يجيب الأمراء ويجي لعندي من زمان، وديليفار كمان مبين. أنا ما عندي علم يا مولاي. مولاي احكي شو فيه؟ الأخبار أبدا مو منيحة. الانكشاريين وقت عرفوا خبر روحتك على اسكودار طلعوا من المعسكر وهاجموا قصري، وبالزور نفدت منهم. الفوضى انتشرت بكل المدينة وسرقوا الدكاكين والبيوت. الوضع كتير سيء يا مولاي. سنة يا رجال سنة. الموضوع خلص انكشف يا مولاي. الانكشاريين عرفوا انه نحن رايحين نجمع جيش، ولهيك عم يدمروا المدينة ويحرقوها. مين اللي افشى سرنا يا ديليفار؟ هالموضوع ما حدا بيعرفه غيرنا. مولاي اكيد في جاسوس معنا، واحد من الوزراء على الاغلب. في موضوع تاني لازم تعرفه يا مولاي. حماك شيخ الاسلام اسعد افندي اصدر بحقي وبحق عمر افندي ومسؤول الجناح الخاص سليمان اغا، اصدر بحقنا فتوى بالقتل. لازم نرجع باسرع وقت على القصر. إذا ما أخذنا احتياطاتنا التمرد رح يكبر. مولاي الأمراء لهلأ ما إجوا، وأكيد ما رح يقدروا يوصلوا لعنا بهي الفوضى. خلينا نرجع على القصر. مولاي أنا ما بعرف شو بدي أقول وشلون بدي خبرك، بس لقينا حصانك بحظيرة الخيمة ضاربينه بخنجر وهو غرقان بدمه للأسف. ملك الضباب قتلوه؟ مين ساوى هيك بحصاني؟ يلي عمل هيك نحن لهلأ لسه ما قدرنا نعرفه. هالخاين بتدورولي عليه وبتجيبولي إياه. تحرك مولاي. هالحصان كان ذكرى من المرحوم أبي.
على أساس واثق بكل جندي موجود معنا؟ أكيد مو منا يا مولاي، أكيد فات بيننا بدون ما ننتبه. نحن بمكان مفتوح وخطير يا مولاي، لهيك نحن ما عاد فينا نضل هون. أي ما رح نضل، رح نرجع على القصر فورا، وكل شخص إلو إيد باللي صار رح يكون حسابه عسير. مولاي منيح اللي اجيت، الانكشاريين جانن جنانهم بدهم يقطعوا روسنا. لا اطمنوا، ما رح سلم حدا لهدول الخونة. الله يرضى عليك يا مولانا. خليل باشا خبر الحراس مشان يتسلحوا منيح ويسكروا كل الابواب، ممنوع اي حدا من الخونة يفوت على القصر. امرك يا باشا. مولاي سمو الامراء انخطفوا، جنات هي اللي خطفتهم. كيف جنات خطفتهم؟ شو يا عمر أفندي؟ حضرتك مو بس ما عرفت تجيب لي إياهن، أنت ما قدرت تحافظ عليهم كمان. سامحني يا مولاي، أنا كنت ملاحق وبالزور لخلصت حالي منهم. بعدين أنا ما خطر ببالي أنه جنات ممكن تخوننا يا مولاي، سامحني. بتخبر كل الحراس تخليهم يدوروا بكل مكان وخاصة بالقصر القديم. سلطانة قوسم أكيد هي اللي مدبرة كل شيء، تقلبوا الدنيا عليهم، بتلاقوا لي إياهن بتجيبوا لي إياهن بسرعة. كل شيء بدنا ناخده. امشي نطلع امشي. معقول الباب؟ الباب أكيد مخبيين شي جوا حتى مسكرين عليهم الباب. اسمعوني تعالوا لهم بسرعة. يلا قوموا معي بسرعة. يلا بسرعة. يلا اركضوا بسرعة بسرعة. احنا لوين بدنا نروح؟ انا كمان جاي معكم، بدنا نروح على القصر القديم. يلا بسرعة. هربوا بسرعة. يلا بسرعة. هو عارف شو رح نعمل فيه. اسمعوني شوي. شو بده منصور اغا؟ شو في؟ السلطان جوا وعم يلعب بأعصابنا، بس نحن ما رح نتراجع لحتى يسلمنا الخونة وأولهم عمر أفندي وكل البشوات، وإلا رح ندمر اسطنبول ونهد القصر. أكيد نهد القصر. خلي حجر حجر. نزل نزل اسمعوني شوي يا غوات، هذا الحكي ما بيصير. باخذ العلماء وبروح انا وياهم لعند السلطان وبعرض مطالبكم حسب الاصول. ليش السلطان راعى الاصول يا شيخ الاسلام؟ هو ما ترك لنا خيار تاني، نحن ناخذ حالنا بايدينا. بدنا نحن ناخذ
الثقة فيني يا أخوان؟ أنا شخصياً رح روح لعند مولانا السلطان ووصل له مطالبكم. يعني لسه بدنا ننتظر؟ لو كان ما حدا احنا لازم ناخذ حقنا معنا يا رجال. ما بدنا نرجع. هو كسب علينا مرة وبدنا نكسبه علينا. رح نوافق معك يا حضرة المفتي، لكن إذا ما قبل السلطان عثمان بمطالبنا رح نسحب أسلحتنا ونهجم عليه. وقتها ما رح نترك حجر فوق حجر. هي قلت لك نحن رح نوافق.